السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء. نسأل الله أن تكونوا بخير ونتمنى لكم مشاهدة طيبة. والآن مع التفاصيل. جلسة تصوير الجميلة هزال كايا لمجلة ماري كلير. تتصدر النجمة التركية الشهيرة هزال كايا غلاف المجلة الشهيرة ماري كلير، المجلة النسائية المتخصصة في تقديم أحدث أخبار الموضة ونصائح الجمال. هذا الشهر في عددها الجديد بجلسة تصوير جديدة بطلته الممثلة التركية الشابة هزال كايا الشهيرة بفيليز، بطلة مسلسل حكايتنا. وظهرت هزال كايا في جلسة التصوير الخاصة بالمجلة بإطلالة لافتة أضفت عليها مزيدا من الجمال والأناقة. وتجيب هزال كايا إلى جانب اللغة التركية اللغة الفرنسية والإيطالية، وتتعلم حاليا اللغة الألمانية، خاصة أنها من الفنانات التركيات المعروفات باهتمامهن بالموضة والأناقة. هزال كايا هي واحدة من أشهر نجوم تركيا، وهي معروفة في العالم العربي باسم فريحة أو نهال، إحدى بطلات مسلسل العشق الممنوع. أما آخر أخبار النجمة التركية، فقد ذكرت صحيفة بوستن التركية أن المخرج والممثل على أتي وحبيبته الممثلة هزال كايا اتخذ قرار الزواج، ولم تعلن الصحيفة عن موعد الزفاف، إلا أنها ذكرت أنه سيكون في الصيف المقبل للعام 2019. إما بالنسبة لأخر أعمالها الدرامية، فتقوم هزال كايا بشخصية فيليز بطلة مسلسلها الحالي حكايتنا التي تؤديها ببراعة وحساسية عالية. ففيليز في مسلسل حكايتنا فتاة قوية مسؤولة عن إخوتها الخمسة بعد تخلي والدتهم عنهم ووقوع والدهم فكري بفخ الإدمان على الكحول، ما جعل مسلسلها حكايتنا يتصدر الريتن لأسابيع في تركيا متفوقا على المسلسل التاريخي أنت وطني. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.